هذا المخيم أنشئ منذ ما يزيد على شهرين، يأوي ما يزيد على 3400 لاجئ من ريف إدلب وريف حلب وريف حماة وبعض المدن المجاورة، وتحديدا معرة النعمان. هنا في هذا المخيم ما يزيد على 500 خيمة تأوي هذا العدد من اللاجئين السوريين. الإغاثة الإسلامية اليوم شرعت بتوزيع هذه المساعدات، والتي اشتملت على مئات البطانيات والفرشات وطرود النظافة والطرود الخاصة بالأطفال، التي اشتملت على المواد الغذائية للأطفال وبعض المواد الصحية ومواد النظافة للأطفال. الإغاثة الإسلامية وبالتنسيق مع إدارة المخيم قامت بالتوزيع في هذا اليوم إلى جميع خيم هذا المخيم. توفر المواد الغذائية يشكل عقبة أمام سكان هذا المخيم، دورات المياه والحمامات الصحية غير كافية للاجئين المتواجدين في هذا المخيم. الإغاثة الإسلامية وفرت من خلال هذا المشروع عدد من الوحدات الصحية وعدد من الحمامات لأهل هذا المخيم، بما يساعد في تسهيل حياة اللاجئين في هذا المكان. احنا وزعوا لنا اسفنجات، ووزعوا لنا حرامات، ووزعوا لنا ادوات غسيل، ووزعوا لنا كثير مواد يا اخي، ونشكرهم على هالشيء الدعم اللي عم يدعمونا اياه. اتمناهم يستمروا باستمرار، ما يقطعوا هالشعب الفقير اللي منتشر بالجبال وبالوديان. مخيم قاح للاجئين صار له أكثر من بحدود ثلاثة شهور وشوي. مخيم من جميع الأطراف، معك من معرة النعمان، منطقة محافظة إدلب، قسم من محافظة حماة، وبما باقي محافظة حلب وأخي.